يعني هي فكرة إقامة معرض للفن الأردني المعاصر كانت بتراودنا من مدة بالمتحف الوطني. هي إحنا لما نقول من السبعينات معناته الأعمال هاي تنتمي إلى مراحل هذه المراحل القديمة. إحنا بنتكلم عن الأردن، نتكلم عن من تأسيس الإمارة، فبالتالي من تأسيس الإمارة لتأسيس المملكة إلى الوقت الحالي. أول ما جاء فنانين من الخارج، ومن ثم بعدين كانوا عندنا الرواد. في عنا يعني أنواع عديدة من الفنون البصرية والتشكيلية، هاي شملناها، يعني فنون الحداثة وفنون ما بعد الحداثة. يعني إحنا أول شيء شفنا مين الفنانين الفاعلين اللي كانوا وما زالوا فاعلين على مستوى الساحة المحلية والساحة الدولية. اثنين، احنا اذا فكرنا بنوع من قلنا انه بدنا نعمل معرض اكبر معرض واشمل معرض، فبالتالي لازم نتطرق لكافة التخصصات. احنا يعني لما اجينا نختار اي عمل لكل فنان، حاولنا نختار العمل اللي بيعبر عن هذا الفنان. احنا حطينا يعني مرات انا اذا بتشوف في العرض بتشوف في مهم جدا فنان مهم مثلا من الرواد، وبجانبه فنان يعني ناشئ خلينا نقول لسه صاعد. فهي المسألة مش مسألة انه النوعية بقدر ما انه احنا بنجري مقارنة بين فكر كان في السابق والان شو بفكروا الناس في الوقت الحالي. فحب الشعب العربي في كل بلد عربي ضد هذه الأساليب ليحطمها، يحطم سياسة التفرقة، ويحطم سياسة بث الخلافات الطائفية، ويحطم سياسة بث الخلافات بين الأقليات. Thank you.